عجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم متابعون قناة مسافرون العرب. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طريقة الحصول على فيزا جزر موريشيوس السياحية سنة 2021. جمهورية موريشيوس هي عدة جزر صغيرة تقع في وسط المحيط الهندي وتبعد عن مدغشقر حوالي 850 كيلومتر، وعاصمتها هي بوروليوس. ايضا يتحدث سكان هذه الجزر باللغة الفرنسية واللغة الانجليزية. لا تفرض موريشيوس فيزا مسبقة لجميع سكان الدول العربية، لكن هناك اختلاف في الفيزا لسكان الدول العربية بين دولة ودولة. فمثلا سكان دول مثل مصر والبحرين والكويت وتونس وعمان وقطر والسعودية والامارات، فهذه الدول تمنحها تأشيرة او فيزا لمدة 90 يوم عند الوصول في مطار موريشيوس. اما بالنسبة للدول مثل لبنان والمغرب فيمنحوها تأشيرة لمدة 60 يوما عند وصول في مطار موريشيوس. اما بالنسبة للجزائر فيمنحوها تأشيرة لمدة 15 يوما فقط. اما باقي الدول العربية فمفروض عليها تأشيرة مسبقة مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن والسودان. وايضا يجب ان يجهز اوراق التالية مثل جواز سفر صحيح مفعول واستمارة طلب الفيزا وحجز فندق مؤكد وكشف بنكي لاخر 3 شهور وتذكرة طيران ذهاب وعودة ومال كافي للإقامة هناك. اما بالنسبة للدول المعفية فذكرناها وغير المعفية ايضا فذكرناها. اذا كان لديكم اي استفسار او سؤال ضعوه اسفل الفيديو في التعليقات. والى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. اتمنى الاشتراك في القناة وزر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.